أدرك السباح التونسي نجيب بلهادي بطل العالم في المياه الحرة المرحلة 16 في رهانه المتمثل في السباحة على طول الشواطئ التونسية. المحطة الجديدة احتضنتها شواطئ طبرقة وبلغت مسافتها 15 كيلومترا وانطلقت من الميناء وصولا إلى شاطئ بركوكش. قطعها بلهادي في 5 ساعات و35 دقيقة، ليكون بذلك قد قطع منذ شهر جويليا من العام الماضي مسافة 900 كيلومتر سباحة في عدد من الشواطئ التونسية. نشيلها باش ما نضيعش وقت، وقاعد نقدم بصفة محسوسة، وبالمناسبة نبشر الشعب التونسي اللي تلقيت الدعوة الرسمية باش نتكرم بلقب بطل العالم في سفينة أسطورية كوين ماري في لوس أنجلوس، وهذا فخر للثورة التونسية ونهديه لتونس الحبيبة وعلم والدرب.